في هذا الدرس رح نبدأ بالوحدة الأولى يونيت 1 الوحدة الأولى اسم الوحدة greeting التحيات greeting okay؟ فرح نتعلم كيف نلقي التحية على الآخرين. Now let's start. هيا نبدأ. Okay, listen 1 الدرس الأول. شو عم يقولنا listen and follow استمع و follow يعني تبع. Then listen again and repeat ثم استمع مجددا and repeat وكرر وكرر يعني بعد ما يحكوا هنن بتكرر وراهم شو هنن عم يحكوا ما بعرف لهيك استماع هذا فنشاط صفي بتعملوا بالصف 2 peer work عمل انه اثنين سوا يعني محادثة introduce yourself عرف عن نفسك كيف رح تعرف عن نفسك مثلا شو بتقول hello what's your name hello مرحبا what's your name ما هو اسمك ألا هاي my name's كذا هاي أهلا my name's اسمي مثلا حسن حسن what's your name ما هو اسمك قالت له my name is مثلا اسمي سارة my name is سارة اسمي سارة I am a student أنا طالبة I am a student أنا طالبة I am eight I am eight أنا عمري ثمانية I am eight. Okay. شو قال له هو? Nice to meet you. سررت بمقابلتك. Nice to meet you. سررت بمقابلتك. بعدين قال له قالت له هي nice to meet you too. سررت بمقابلتك أيضا. Okay. إذن كيف صارت المحادثة بيناتهم اثنيناتهم يعني بتلعبوا انتو اثنين اثنين بالصف ملعبة يعني محادثة speaking نشاط speaking نشاط محادثة فبتعرفوا عن نفسكم بتقول hello مرحبا what's your name ما هو اسمك او بتعرف عن نفسك قد وشرت hello my name is حسن اسمي حسن what's your name ما هو اسمك بيقول hi my name is اسمي my name is كذا مثلا my name is فرقان اسمي فرقان طيب my name is كذا تمام I am a student I am a student أنا طالب أو طالبة I am 8 أنا عمري 8 سنين أو فيكن تقولوا I am 10 أنا عمري 10 سنين كذا هو هكذا أوكي nice to meet you سررت بلقائك nice to meet you سررت بلقائك nice to meet you too too هي تي او او دبل او يعني أيضا nice to meet you too يعني سررت بمقابلتك أيضا أوكي نعم ننتقل للسؤال اللي بعده عن الصفحة اللي بعده شو عم يقولوا لنا هون listen and follow استمع و تبع رح تستمعوا للمحادثة اللي عم تصير بين هدول البنت والصبي وبتكرروا وراهن act out the conversations above عم يقولوا لنا مثلها لهي الconversations المحادثات conversations conversations يعني محادثات above التي في الأعلى لا تمام هدول المحادثات اللي سمعتوهن بالاستماع بالصف رح تسمعوهن بتمثلوهن انتو مع أصدقائكم بالصف Okay, now, شو عم يقولوا لنا listen and take the expressions you hear. عم يقولوا لنا استمع و take يعني ضع إشارة صح على ال expressions على العبارات التعابير اللي انت رح تسمعها. مثلا انت سمعت good evening أو good night. Good evening يعني مساء الخير. Good night تصبح على خير. فقالوا تصبح على خير. ليش تصبح على خير؟ شوفوا ذاتا أصلا. يعني انتو رح تسمعوا وهو استماع ولكن كمان مبين انه هون رح ينام هذا القرد رح ينام ف good night بيقول اذا لما بينام good night بالليل بتكون هاي بعد الساعة 10 او بعد الساعة 9 فينا نقول هاي good night تصبح على خير طيب good evening مساء الخير بتكون مثلا بعد الساعة 5 تمام have a good day have a good day يعني يوم سعيد have a good day يوم سعيد have a nice weekend have a nice weekend يعني عطلة سعيدة اوكي انتو حسب شو بتسمعوا بتعملوا تيك عليها شو بتسمعوا بتعملوا تيك عليها اوكي اذا اخذنا هلا good evening good night have a good day have a nice weekend have a good day إن يوم سعيد have a nice day have a nice weekend عطلة سعيدة يلي بعدها هون see you soon أراك لاحقا أراك قريبا see you soon أراك قريبا take care انتبه على نفسك take care انتبه على نفسك bye إلى اللقاء
goodbye كمان إلى اللقاء نفس الشيء. أوكي إذن bye and goodbye نفس الشيء. إذن نرجع نقرأون good evening مساء الخير, good night تصبح على خير, have a good day يوم سعيد, have a nice weekend عطلة سعيدة, see you soon أراك قريبا, take care انتبه على نفسك, bye إلى اللقاء, goodbye إلى اللقاء. اوكي ناو شو عم يقولوا لنا رول بلاي؟ رول بلاي انه تمثلوا او تلعبوا هيك تمثيليه بسيطه مثل مسرحيه. greet your friends and introduce yourself تحيي اصدقائك, كيف رح تحييهم؟ هاي مثلا وكذا بهي الطريقه, هاي هيلو جود مثلا جود مورنينج صباح الخير وهيك بتحييهم اول وبعدين introduce yourself وعرف عن نفسك, بتعرف عن نفسك وبالاخير باللقاء بتقول باي جود باي سي يو سون مثلا اراك قريبا تيك كير انتبه على نفسك. هذول الجمل اللي تعلمناهم هاف ا جود داي هاف ا نايس ويك اند كلهم فيكم تستخدمون. اوكي اذا اسمه رول باي رول بلاي نشاط صفي بالصف تعملوا. ناو هون عنا listen to الدرس الثاني. الدرس الثاني هون شو عم تاخدو؟ listen to alphabet song and look استمع إلى alphabet song أغنية الأحرف and look واطلع. شو هي أغنية الأحرف؟ هون رح يكون عندكم انتو رح تسمعوا ولكن احنا رح نقرأون A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. اوكي اذا هدول هن الاحرف تمام اسمهم الفابت الفابت الاحرف. فانتوا رح تسمعوا الاغنيه تسمعوا الاغنيه وترددوا وراها. اذا هدول هن الاحرف مفروض تكونوا أخذينهم قبل هالمرة ساعتها. listen again, point and sing along. listen again اسمع مجددا. point and sing along. أشر and sing along وغني معهم. it's your turn. إنه دورك. say the alphabet. أنت رح تقول الألفابت. أنت رح تقول الغنية الأحرف. تمام؟ إذن سهلة. منرجع منعيدون. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay. Now, اللي بعده شو عنا هون? Listen and join the letters. استمع و join يعني ضم the letters الأحرف. Then say ثم قل. هن مثلا رح يقولوا لكم A بعد Z بعد G بعد مثلا بتوصلون أنتو. ممكن يقول لك O ممكن يقول لك F انتو بتوصلوا حساب الهي وتكمل المسيرة ممكن يكمل D I U G وهكذا تمام ما فرقت انتو حساب الاستماع بتكملوا وراء بتعدوا وراء بتمشوا السهم يعني تمام. Now listen follow and say استمع تبع and قل وقل عن هدول أحرف. كيف هو هذا النشاط ما بعرف كمان استماع فهو بالصف. عن هدول الأحرف A D Q I W Y A L U P O V ما بعرف كيف هي الطريقة فهو نشاط صفي استماع بتعملوه بالصف. Now 6 listen and number in the order you hear استمع ورقم بالترتيب التي تسمعه. رح تسمعوا وترقموا مثلا اول شيء هذا بعده هذا بعده هذا هيك لهم اسماء ما بعرف كيف والله استماع فبالصف كمان بتعملوا يعني ما بنقدر نحن نعمله حاليا. يلي بعده شو عم يقولوا لنا spell spell the names below spell يعني كيف بدي يكون هجوة أيوة تهجية تهجية الأسماء التي بالأسفل. كيف رح نهجية مثلا عنا مصطفى كمال أتاتورك كيف رح نهجي؟ نقول M U S T A F A بعد K E M A L A T A T U هذا تركي فما نو ما نو بالإنجليش ما نو موجود بالإنجليش فمنقول U R K اوكي اذا هيك سبيل يعني سبيلينج شو هو تهجئه تهجئ هجينا هذا الكلم هجينا الجمله
تمام. هجنا اسمه لا مصطفى كمال اتاتورك. بعد طيب هون عنا هاليدي اديب ادفار تمام. طيب من هالجية بنقول H A L I D E E D I P A D. هذا كمان أ بالتركي مو موجود بالإنجليش، لهيك بنقول A D I فينا نقول بالإنجليش. V V A R أوكي. يلي بعده هون شو عنا؟ صبيها جوكتشين كمان هون موجودين هدول الحرفين، فما بعرف ليش هيك عاملين. S A P I H A G O لنقول لأنه موجود هذا الحرف بالإنجليش. وكي تشي كمان موجود بالإنجليش هو تركي. بعده E N. طيب ميمار سينان M I M A R S I N A N أوكي. إذا بهاي الطريقة هجينا الأسماء. هون شو عم يقولوا لنا؟ spell your name، هجي اسمك. مثلا قال what's your name، ما هو اسمك؟ قال my name is Sezen Kara، اسمي Sezen Kara. قال spell your name please، يعني هجي اسمك please. امتى هي بنستخدمها؟ مثلا بتكونوا بمكان مثلا الهويات او هيك، بيقولوا لكم انه بتقول لهم اسمك ما بيفهموا يعني كيف بده ينكتب، شو هي طريقة كتابته ما بيفهم، فبيقول لك spell your name please، يعني هجي لأسمك لحتى أنا أفهم عليك، لحتى أعرف كيف أكتبه تمام لكتابة يعني. فبتقول S E حتى هجئت هذا الاسم S E Z E N K A R A أوكي. إذا بهي الطريقة هجينا الاسم. نعم ننتقل للي بعده أو حاجة، خلينا هذا الدرس هيك ننهي لهون. وصلنا للسن 3 الدرس الثالث، إن شاء الله الدرس الثالث بنكمله بدرسنا القادم. بتمنى تدرسوا هاي اللي أخذناهن مظبوط منيح. بتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم.